الأصل في الناس هو عقيدة التوحيد، وأن ما طرأ عليهم بعد ذلك فإنما هو أمور طارئة ومستحدثة عليهم، وأما الأصل فهو توحيد الله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة هي إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. وحينئذ على الإنسان أن يسعى في تحقيق التوحيد، وأن يكون من شأنه أن ينظر في أعماله كلها لتكون توحيدا لله سبحانه وتعالى.